ناصر عاش كام سنة حضرتك؟ ناصر مثلا بدأ المسلسل عنده 22 سنة، شاب خريج، أو 23 سنة، نهى المسلسل مثلا في 4 سنين، في أحداث 4 سنين، يعني هو عنده هذا الأسطورة اتبنى، مات عنده 26 سنة. كل الأساطير اللي اتبنت في كل الدراما العالمية وكل الأدب العالمي، لا أدم الشرقاوي ده صغير، أي حد أي أسطورة سمعتي عنها لازم، مفيش أسطورة مات عنده 90 سنة. طب أسطورة في إيه؟ ما يموت، ما طبيعي لو مات عنده 90 سنة ما تعمل إنجازات. تمام؟ أما ناصر الدسوقي ده راح قرر مصيره ان هو يموت، هو قرر مصيره عشان يرجع تاني للعدل، هذا الشخص عاد الى العدل. انا بحكي عن ناصر الدسوقي، مش بحكي عن، انا بحكي حكايتي عن حكايتي. حس بالندم لما افتقد الحاجات اللي حواليه، راح اتعظ، الا لو انتوا اللي تمنعوا الناس من التوبه. محدش ينفع يمنع الناس من التوبه، ربنا سبحانه وتعالى بيقفل باب التوبه امتى حضرتك؟ لما بتقوم اول علامه من علامات الساعه الكبرى، اللي هو خلاص مفيش بعدها استدامه.